علاقتي بالقاهرة مرت بمراحل كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يعني لو قلت المرحلة الأولى فهي متعلقة شوية بالطفولة، أيام ما كنت بتردد عليها مع زوج أخت لي كان بيشتغل مفتش في سكة حديد، فكنا ننزل القهوة في ميدان رمسيس. أقصى حاجة كنت أشوف فيها القاهرة إنه رحلة إلى شارع كلوت بيك والعودة من لزيارة الحسين وبعدين العودة لشارع الموسكي، وهي دي اللي ظلت عالقة، ودي ولذلك حافظت على علاقتي بهذا المقهى لحد هذه اللحظة وسميته سفارة البلد. يعني ما كنت عاوز أبعت حاجة هناك، عاوز أخد حاجة، المقهى ده بقى هو المرسى ليا في القاهرة. المرحلة الثانية يمكن أقول إنها سنة 70 مع جنازة عبد الناصر، وجيت من البلد أنا ومجموعة من الأصدقاء وقضينا ليلة لنحضر الجنازة في شارع رمسيس، وكان هو الوفاة كان 28 سبتمبر ولكن الجنازة كانت 1 أكتوبر، وأذكر هذا اليوم بكل تفاصيله وكان يوم رهيب. يعني احنا كان حتى المواصلات سايبينها مجانا يعني من الاقاليم، وكله كان ينزل القاهره، والقاهره حزينه جدا ومظلمه ومظاهرات في كل مكان بتهتف نشيد تلقائي جدا اسمه الوداع يا جمال يا حبيب الملايين. ومن هنا سيبدا موكبه الاخير، يتبادل العالم عزاء، أصدقاء ورفاق نضال، رجال ثورة ورجال دين. حضرنا الجنازة وبعدين قطعت الصلة لغاية 72. جيت القاهرة 72 أزور أقارب ليا في جاكلين برضو في شارع مصر السودان، وهم كانوا في حالة مذاكرة وأنا في أجازة، فأصريت إن أنا أجل النيل هنا، بس فين النيل أنا ما أعرفش، يعني خريطة القاهرة لم تكن واضحة بالنسبة لي، فجعلت هدفي برج القاهرة. حين أصل إلى برج القاهرة إذن أصبحت قريب من النيل. مشيت من شارع مصر السودان لرمسيس لشارع الجمهورية لغاية باب اللوق، مشي أن رأيت الشمس وهي في نزعها الأخير على زجاج البرج، برج القاهرة، وعديت كبر قصر النيل طبعا، وانحرفت يمينا إلى حديقة الأندلس، وهناك بقى حسيت بالألم في قدمي من الرحلة الطويلة دي، ف وضعت أقدامي في النيل وكأن كده حالة من الوجد الصوفي، المزج ما بين النيل النيل القاهري بالذات ومبنى الإذاعة التلفزيون ومبنى الهيلتو، يعني العلامات اللي هي الكارت بوستال بتاع القاهرة وكأن أعيش فيه. ثم سرت شمالا إلى مسرح كان اسمه مسرح عمر الخيام، ووجدت فيه عرض لمسرحية مدرسة المشاغبين، وليتني ان انا لا لازم ادخل المسرحيه ديت، فقطعت تذكره ب29 قرشا، وبعدين فكرت ان المساله زي التياترو عندنا في الموالد، ان انا هقطع التذكره هدخل المسرحيه، فقالوا لي لا ده العرض الساعه 9 لان انا خسران هذا المبلغ، فهستمر للساعه 9. الساعه 9 دخلت شفت المسرحيه، خلصت الساعه 3 الفجر، وكان لابد من العوده والناس قلقانين عليا وبلغوا عليا اقسام البوليس، لان اول مره انزل القاهره وازاي يروح. فقلت لهم ده انا شفت مسرحيه عادل امام وسعيد صالح مدرسه المشاغبين، فذهلوا من هذا الرجل الريفي او الشاب الريفي اللي جاي لاول مره وعمل حاجه هم ما عرفوش يعملوها طول حياتهم في القاهره. فكانت دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه والمهمه بقى
انتظار افتتاح الجامعة للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة. والمشكلة أن الجامعة في الفترة دي تأخرت شهر لحرب أكتوبر، 6 أكتوبر حصل فأجلوا الجامعات، فانتظرت الشهر ده على حر من الجمر. يعني كان يهمني الالتحاق بالقاهرة، وبحثت عن سكن وجيت القاهرة بعد حرب أكتوبر مباشرة. وكان المناسبة السعيدة أن في هذا المكان في أرض المعارض قديما اللي هي الأوبرا النهاردة، كان قد أقيم معرض للغنائم، غنائم يعني المعدات الإسرائيلية اللي تم الاستيلاء عليها من الجيش المصري. وأنا ماشي أنا واحد بلدياتي، وجدنا جندي ينتسب إلى بلدي على حراسة على دبابة إسرائيلية، فوقفنا على الدبابة وأخذت لنا صورة ما زلت أحتفظ بها وأعتز بها جدا، لأن كنت مرتدي زي ميري، لأن كان أياميها في المراحل الأولى من الجامعة، يعني في سنة أولى جامعة كان لابد من التدريب العسكري، كان لسه موجود تدريب عسكري علشان يعني نوع من المقاومة الشعبية. في البدء كان النهر يمشي وحيدا في الأرض السوداء، وماؤه حين كان لا يجد النبت الذي يشربه يعود إلى النبع أو يندفق في بحر الملح. وفي مساء ليلة غاب عنها القمر، حدث النهر نفسه فقال: اخلق من طيني قرية أسكن إليها، يكون لي منها أبناء وحفدة يخضرون جدب الأرض التي حولي. وفوق تل يطل على حافة النهر تخلقت دار من طين، عمرها رجل قد من طمي أخضر، وامرأة نبتت ذات صبح من تحت إبطه الخشن. جاب الرجل المكشوف السوء جهة المشرق وجهة المغرب، وسمى النهر باسمه، وعرف اسم الشجر والطير والحيوان، وقال: ها قد عرفت كل الأسماء، فلأسمي قريتي التي أسكنها. وخط بأصبعه على التراب الناعم الجزيرة البيضاء، وقال لنفسه: ذلك أني سأدهن داري بجير أبيض، كذلك سيدهن أبنائي وحفدتي دورهم أيضا بالجير الأبيض. بعد التنقل في أكثر من مكان في القاهرة، كان حضوري إلى هذا الحي وهو اللي رسخ أقدامي في القاهرة، لأن حسيت به بالونس، حسيت به بالقاهرة كما أعرفها من كتابات السابقين، من كتابات الرواد الأوائل. يعني حي السيدة هو اللي عاش فيه توفيق الحكيم في شارع سلامة هنا، وكتب عودة الروح من هذا المكان. السيدة زينب هو اللي طلع منه يحيى حقي في حي الميضة هنا، هو اللي بيرم التونسي في دوران في آخر الحي من هنا، هو اللي كتب عنه يوسف السباعي وهو ابن هذا الحي. فإذا هرتبط بهذه المجموعة، وحاختني خبرتي وذاكرتي بكثير من الوجوه الأثرية التي لا تبعد كثيرا عن الوجوه الريفية التي أعرفها من قبل. معظم الناس اللي هنا أمام مسجد السيدة زينب ربما يكونوا قادمين من الريف، شخصية المجاذيب، شخصية المشعوذين، شخصية الفقراء الحي، هم كلهم لهم أصول ريفية. فأنا لم أشعر بغربة في هذا المكان، وعشت فيه 3 سنين في شارع زين العابدين هنا إلى شارع العبور. كانت فترة ثرية جدا وغنية جدا، حي لا ينام الليل وتسهر. وبعدين كان هنا بينتهي آخر الترماي في شارع بورسعيد، كان في مكتبة أو عدد من المكاتب زي سورة أزبكية بالضبط، يبيعوا الكتب القديمة، وتعرفت على معظمهم. وطبعا نقلوا من المكان، والترماي نقل أيضا
وكنا نسهر لحد الصبح يعني، وارتبط بمجموعة من الأصدقاء من المنطقة من هنا، وعشت يعني تجربة كاملة غنية جدا. سيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين، مش سيدة لسيدنا الحسين. ظهرت كثير من الشخصيات في أعمالي، يعني حين تستحضر القاهرة يستحضر هذا الحي، يعني أصبحت نموذج زي موازي للجمالية عند نجيب محفوظ مثلا. يعني لم أشعر بغربة في لحظة من اللحظات. كتبت في هذا الحي قصة الهبوط من التل، وهي عن مشعوز أيضا أو رجل مجانين الشوارع اللي بيقولوا عليها أو كده. كتبت مكان للنوم عن المنطقة الأخرى التي سنعبر إليها الآن في الجهة الأخرى من الميدان. كتبت بقعة دم، وهي لأن كنت هنا لغاية سنة 77 حيث حدثت انتفاضة 18-19 يناير، وكان خروجي من هنا لألتحم بجماهير القاهرة لما في زمن السادات ارتفعت الأسعار، وشفت بعيني فعلا في ميدان اللاظوغلي بالقرب من السيدة زينب كيف سقط شاب مدرج بالدم. فكثير من يعني هذا المكان يستدعي الكثير من الذكريات. يعني هذا الشارع مثلا زين العابدين، حين اهبط منه من اتوبيس 12 اللي بيوديني الجامعه التقي بكثير من الوجوه التي بقت في الذاكره وتخرج من حين لاخر، وجوه ثريه حتى في رمضان في المواسم في المناسبات الدينيه. فطول ما انت ماشي المده دي لغايه 19 شارع العبور اللي هو مكان سكنك، انت يعني تعبأ وجدانيا وروحيا بكثير من الشخصيات وتنوعها. فارتبط هذا الحي بالتشكيل الاساسي لمدينه القاهره بالنسبه لي. يعني حتى لو كتبت عن منطقه زي الحسين او ما شابه، فيستحضر شخصيات هذا الحي، حي السيده زينب، لان المساله لا تفرق كثيرا، وهو حي عريق. وانا لو حكيت تاريخه يعني ما اعرفش ده مفيد ولا، يعني كانت هنا قناطر ام السباع التي دفنت على شاطئها السيده زينب، وكان هنا الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد ردم سنة 1902. ولو شفنا كثير من الآثار القديمة الإسلامية هتلاقي إنها غطسانة كده لتحت الأرض، لأنها كانت في يوم أيام على الخليج نفسه. يعني من فترة كان بيبدأ من فم الخليج إلى منطقة أبو الريش إلى شارع السد، وكلمة السد نفسها لها دلالة إن هي مرتبطة بسد ماء يعني في المكان، وقناطر أم السباع ثم إلى الخليج المصري إلى أن يمر على غمرة ويأخذ طريقه إلى طبعا ما حضرناش ده، حضرنا خليج المصري لما شارع بورسعيد، وحضرناه كترماي، والآن حتى ذهب الترماي إلى حال سبيله وانتهى عصره وانتهت المكتبات اللي كانت هنا، عرفش نقلت إلى أين. لكن الثابت هو هذا البناء المملوكي الجميل للسيدة زينب. إنه أمين الأعمى يعتلي مئذنة جامع السوق، تهبط تسابيحه من سماء الحي، تجول بين النوافذ المغلقة وفتحات الدور، تهتز لها القلوب في وجل. سبحان من تسمى قبل أن يتسمى، سبحان من كان عرشه على الماء، سبحان من علم آدم الأسماء.
اتكلم عن جدارية الريف عند الثورية. جدارية هنا بمعنى تثبيت الزمن، تثبيت تفاصيل المكان والشخصيات في الكتابة. وقال على ما أذكر أن في احتفاء بالكتابة عن تفاصيل الريف. لماذا؟ أنا في تفسير أنا أن إحنا آخر الأجيال التي لحقت بالريف بمعناه التقليدي، الريف الذي استمر من عهد الفراعنة إلى بدايات السبعينات مع زمن الانفتاح وتغير الريف. ومن هنا كأن وذلك كثير يعني عندي مجموعة اسمها طلل النار، يعني الوقوف على الأطلال. بس الأطلال هنا مش بالمعنى الشاعر الجاهلي اللي واقف على طلل الخيمة أو الخباء أو المكان لأنه كان كثير التنقل، ولكن هنا النار، والنار بعنصر من عناصر المكونات الأولية للأشياء، يعني الماء والهواء والنار. فالوقوف على أطلال نفسه هو وقوف على أطلال القرية، ومن هنا احتفاء شديد بالتفاصيل، لأن كان لدينا شعور بأن القرية ستولي، ستنتهي، ستزول بشكلها المعروف لدى الأجيال الجديدة. فكل تفصيلة، كل جزئية أنت تريد أن تثبتها للزمن. وده التقاط ذكي ورائع للدكتور علي الراعي. حتى أنا لما كتبت للأطفال كتبت حاجة اسمها هكذا تكلمت الأشياء. هذه الأشياء هي الأدوات الأولية التي استخدمها الفلاح من عهد الفراعنة إلى أيضا منتصف السبعينات، الشدوف والنورج ومصباح الجاز والطبلية والحصير. فهذه الأشياء تتحدث عن نفسها لتعرف بنفسها لطفل هذا الزمن. ففعلا ملحوظة جيدة جدا، فكرة التفاصيل لتثبيت ما هو زائل للإبقاء عليه، وكأن القرية فعلا إلى نهايتها، إلى زوالها. فمن هنا أنت تحتفي بأن تكتب كل ما وقعت على عيني، كل ما دخل في تجربتك، في تجربة حميمة، تجربة النشأة الأولى، تجربة الطفولة اللي هي مرتبطة أساسا بالريف. قال لي صاحبي ساكن المدينة: أسألك عن محمد بتاع الشاي. وتركنا الميدان المزدحم بالناس والعربات ودخلنا شارعا على ناصيته بائع الكفتة الواقف وراء الأسياخ يهب بمروحته على النار فيملأ كل الحي بالدخان. وكان عم محمد على الطرف الآخر واقفا على طوبة كبيرة يكبس وابور الجاز الذي سود بدخانه كلمة مكتوبة بخط غليظ فوق هذا الكشك: قلنا سلام عليكم. من 30 سنة أنا جيت المكان ده، كان في واحد بيعمل شاي هنا، عم محمود. الله يرحمه. وهو كنت بسأل على سكن وكده، وانا عرفني بخادم الجامعة. خادم الجامعة. ما كانش كده. قال لي هو خليل ممكن يبقى عارف. ولفينا شوية وكده، وبعدين لقوا لي مكان ورا الجامع ده. غيرت العمارة وشكلها. البيت القديم. ايه مصيبة الناس دي بقى؟ اتهدي دلوقتي ووقع، وكل واحد خد شقة وخد شقة بره. وعم محمود فين؟ محمود عيش انت. شفت انت وتعرفه؟ ايش انت؟ هو من الحتة. عم خليل. عم خليل برضو حصلت يعني. 30 سنة دلوقتي، شوف بقى 30 سنة بقى لقد ايه. بس يعني الذاكرة بتشيل. 30 سنة يعني حاجة تانية. بعد انتهاء المرحلة التعليمية والدراسة في الجامعة التحقت بالجيش. كنت تركت السكن اللي هو في زين العابدين وجيت أدور على سكن هنا، فدلونا على عم محمود اللي سألت عليه، قالوا ده رحل من 30 سنة. وهو اللي دلنا على خليل خادم المسجد اللي بحث لي لغاية ما عثر لي على مكان هنا في الربع ده ربع على النموذج القديم، يعني فكرني برواية قنطرة الذي كفر لدكتور مشرفة. كم من البشر والناس
فكنا واخدين اوضه مفروشه كده، وكان معانا اصدقاء منهم الصديق علي حامد. وفي هذا المكان قرات اهم الروايات التي شكلت رؤيتي الفنيه، يعني قريت شتاينبيك كله في هذا المكان، قريت هامنجوي، قريت فوكنر، الروايات الامريكيه، وقريت عدد من الروايات يعني كبير جدا. هو اللي كونني وشكلني ورسخ اقدامي هنا في الحياه الثقافيه، لان المكان كما ترى كده انه حميم والناس حميمه، وفي ده المكان ده بستعيده بقصه اسمها مكان للنوم. وهو قدر الريفي حين ياتي الى المدينه لا يبحث الا على مكان او اربع جدران، زي ما عمل عبد الحكيم قاسم في قدر الغرف المقبضه، يعني عن المساكن التي عاش فيها في القاهره. فانا مكان للنوم ذكرت فيه عم محمود اللي هو انا سميته احمد، وعم خليل باسمه اللي هو خادم المسجد. هذه القصه انا كتبتها في البدايه، وعدد من القصص. والغريب ان قصص المدينه عندي اول مدخل او اول دخول لي لعالم المدينه كتبته بالعاميه، ثم قرأها صديق عبد الفتاح الجمل اللي كان مشرف الأدب على جريدة المسا، قال له يعني السكة دي مسدودة، طب آخر العامية إيه معاك؟ فلما عدت كتابتها بتفصحها لقيت المسألة بسيطة جدا، يا دوب أدوات الربط وأسماء الإشارة فمن هنا خدت روح القاهرة من هذا المكان والمكان الآخر، جوهر القاهرة اللي حسسني في لحظة ما أن أنا قد أكون قاهري، ولكن ظل وجداني أيضا يمتح من بئر الأول، بئر العالم الريفي. أنا بأنسب أدبيا لجيل السبعينات، وجيل السبعينات له خصوصية على جميع المستويات. دخلنا الحالة الأدبية وكان السائد والبارز التجربة الأخيرة للكتابة المصرية، وهي تجربة جيل الستينيات. هذا الجيل نشأ وسط احتفاء ما، يعني كانت مثلا مجلة المجلة موجودة بيرأس تحريرها يحيى حقي، كانت مجلة ملحق الطليعة موجود، بيشرف عليه فاروق عبد القادر، ملحق المسا اللي بيشرف عليه عبد الفتاح الجمل، وفتاح الجمل هو اللي قدم جيل الستينات، ولذلك كثير من ابناء هذا الجيل قدموا اعمالهم الاولى الى عبد الفتاح الجمل في جريده المسا. فكان وهذا الرجل الذي بذل من نفسه وتنازل عن انتاجه الادبي الى وقت طويل من اجل تقديم جيل، كان له دور مهم جدا. بينما جئنا نحن كان كل هذه الأشياء غير موجودة، لا ملحق الطليعة ولا ملحق المسا ولا مجلة المجلة. ربما لحقت بالكاد إن أنشر قصة أو اتنين في ملحق المسا، في الطليعة قبلوا القصة ولكن كان المجلة توقفت. دخلنا في حقبة أخرى بقى على المستوى النشر، أنشأنا إحنا بقى لأول مرة في الحياة الأدبية الأدوات المستقلة اللي سميناها كراسات الفقراء. كل مجموعة لها ذائقة جمالية متشابهة أو متقاربة كانت تصدر مطبوعة تخص، وهذا غير مرتبط بالاتجاهات السياسية بشكل مباشر، بدليل أنني نشرت في كل الأعداد الأولى لهذه المطبوعات، سواء في مجلة خطوة، سواء مجلة كتابات جديدة أو مصرية أو الثقافة الوطنية، وتفرقت الطرق بعد ذلك. إذن جيل الستينات ظهر وهو كان مجده الأساسي وإنتاجه البارز في القصة القصيرة، ما عدا عدد محدود بدأ كروائي، بينما نحن بدأنا مثلهم بالقصة القصيرة كأنها هي الإنتاج الأول. غير الأجيال الجديدة النهاردة، الأجيال الجديدة بتبدأ برواية مباشرة لأنهم لاحقوا بعصر الرواية كما أطلق على هذا العصر. طبعا ده
مش مسألة أفضلية أن القصة القصيرة أفضل أو الرواية أفضل، ولكن دي سمات أجيال، يعني نفس أجيال. فكان من أبرز كتاب الستينات في الفترة دي واحد زي يحيى طاهر عبد الله أو صنع الله إبراهيم في الرواية، أو عبد الحكيم قاسم كتب رواية الأولى لأيام الإنسان السابع، وكانت مهمة جدا في التأثير علينا ككتاب ريفيين، لأنها تجربة ريف جديدة ومغيرة لكل الكتابات السابقة عليه، سواء عند يوسف إدريس أو الشرقاوي أو قبل كده محمد حسين هيكل، كتجربة مغيرة. فكان السؤال طب ماذا بعد؟ ماذا يخصنا نحن؟ يخصنا نحن هذه التبدلات والتغيرات في عالم القرية في السبعينات، تغير شبه جذري. يعني من المعروف أن الفلاح المصري المرتبط بأرضه وبفاسه في مع السبعينات عرف الخروج إلى الخارج. التغيرات دي كان لابد أن نلتقطها، يعني وهي التي عبرت عنها روايتنا. يعني أنا في عطش الصبارة عندي فكرة الرحلة إلى الخارج، الرحلة إلى الخارج هي مضروبة بالآلام، مضروبة بالمرض، وتنتهي بنهاية بالوفاة بالرحيل، وكأن الخارج كأنه خارج من فردوس مفقود. وكذلك في تل الهوى، تل الهوى هذا الحاج عبد الله اللي بيحصر على لقيطه مش قادر حتى، يعني هو في أيامه الأخيرة وأنا لاقط يومه الأخير وعلاقته بالريف، أنه مش مطمئن لأولاده أن يديروا الأرض كما كانت، أو أن الفلاحين الذين كانوا يعملون لديه في أرضه الواسعة رحلوا وتركوا المكان أو رحلوا إلى وظائف حكومية. أصبح الفلاح يعني علاقته مخففة بالأرض، طبعا ما بعممش لكن في الغالب الأرض. تبدل شكل العمارة في الريف، تبدلت شكل الأشياء التي يستعملها الفلاح سواء في عمله في الزراعة، يعني الجرارات والآلات الدراسة، يعني بقى عنده وقت للتلفزيون وللإعلام، وما كانش متوفر. كان الفلاح اللي احنا آخر فلاح شفناه كان رابط نفسه بظواهر الطبيعة، يعني يصحى مع الشمس، ينام مع الغروب، مع آخر مع يعني صلاة العشاء وينام، فرابط نفسه بظواهر الطبيعة نفسها مش لكن لما استحدثت أشياء، عرف المراوح وعرف التلاجات وعرف البوتاجازات وعرف، تغير شكل الريف. هل هو إلى الأفضل؟ أنا لا أظن، ما أعرفش، أنا حسيت إن ده تشويه، يعني ما زال الحنين وهنا ثبات إلى القرية بمعناها القديم، القرية الطبيعية الريفية الطينية. لماذا؟ لا أدري. وليست فردوس مفقود زي ما بقول بالمعنى الحرفي، يعني لأن أيضا كان لها شقائها وكان لها، إذن الوعي بما هو سياسي وما هو اقتصادي والوعي بما بالتبدلات التي تمت، لو ما وعدش ده بالمعنى السياسي تنقص التجربة الجمالية كثيرا. لازم تدرك أنك تعبر على مرحلة جديدة لم تطرق من قبل. أيقظه الطرق الشديد على الباب، غادر الكائنات التي كان يلهو معها ورفع جفنيه ليطالع صور سعاد حسني وحسن يوسف وشكري سرحان وهند رستم وصور العديد والعديد من الممثلين والممثلات الأجانب، جميعهم كانوا في أردية البحر التي تكشف أكثر مما تخفي، صور ملونة يضيئها النور الشاحب الساقط من زجاج النافذة البحرية. رغم شوقي الشديد لدخول القاهرة وعالم القاهرة ومرتب أموري ومرتب حياتي على أن أكون أحد قاطنيها، وأن تحقيق الطموح والحلم داخل هذه المدينة الكبيرة، إلا أني أذكر في اليوم الذي تم فيه رحلتي الأولى لدخول الجامعة وجاي معايا أخويا، أنني بكيت وأنا بسيب البلد وكأني بسيبها لآخر مرة، وما أعرفش انتبني ده زي، رغم أن أنا تعددت الزيارات للقاهرة، إلا أن اليوم ده بالذات حسيت أن أنا بأفارق المكان النشأة الأولى، وكنت حاسس بغربة شديدة، لأن كمان السكن الأول الذي كان فيه في القاهرة كان مكان شبه قاحل،
ناس لا أنتمي إليها، ناس مستوى عالي جدا من الحياة الاجتماعية، وأنا واخد أوضة مفروشة بسريرها بدولابها وكده. فكانت الغربة مضاعفة، لأن وكمان لسه ما عملتش علاقات ولا صداقات داخل الكلية، ولا الكتاب أعرفهم ولا أعرف مواقعهم فين، إلى أن تم هذا بتدريج. صار لي صداقات من الزملاء، صار لي معارف من الكتاب، عرفت مواقع الكتاب واقتربت من بعضهم اقتراب شديد لدرجة العلاقة الحميمة اللي لسه في الذاكرة وحية رغم رحيل بعضهم. فالسينما في حياتي لها يعني عمق، ولها هي عالم بديل، عالم من الأحلام، عالم جميل، فارتبط بها ارتباط شديد. يعني طبعا أنا أذكر في رواية ليلة عرس في شخصية اللي اسمها حمادة بيكتب للممثلين جوابات وبترد عليه سعاد حسني، ومعلق صور نجمات السينما وسواء من المصريات أو الأمريكيات بتوع هوليود، فبعبر عن ده يعني، لأن الولد كان حلمه أنه يكون فنان ويكون ممثل أو مغني. فاستقيت هو مزيج من شخصية الكاتب وشخصية الشخصية المستلهمة من الواقع. والسينما تمتد معي حتى تجربة الجيش، حتى لما التحقت بالقوات المسلحة كنت داخل سلاح اسمه شؤون معنوية. شؤون معنوية جزء من شغله غير توزيع الجرائد والترفيه وكذا العروض السينمائية. فكنت المفروض انا رايح مراسل عسكري لجريده النصر، فقلت لهم لا انا مش هراسل، انا عايز اشتغل حاجه ثانيه. فطلبوا سالوني يعني، قلت لهم اشتغل عرض سينمائي. فبدات فعلا، طبعا لنا يومين في الاسبوع نعرض داخل ميز الضباط افلام كنت انا اللي بنزل اجيبها من استوديو جلال في الحدائق، واختار انا وذوقي يعني وافرضه على حبيت مرة أضيف فكرة إن قبل ما نعرض الفيلم أقدم له بتعريف، حتى خاصة إذا كان مأخوذ من رواية شهيرة، يعني مثلا فيلم زي صرصرة فوق النيل لنجيب محفوظ، حبيت أقول لهم أنا هعمل تقليد جديد وإن أنا أشرح لكم إيه رواية. فنظروا لي باحتقار شديد، مين هذا العسكري اللي بتاعه هيشرح للضباط والجيش مسألة التراتب الرتب دي أساسية عندهم يعني. فقالوا لي شغل الفيلم، فحتى دي استلهمت منها قصة اسمها شاشة بيضاء فارغة. احنا كأبناء ريف قادمين من مدن صغيرة او من قرى لها لهجات مختلفة، لها طقوس مختلفة، لها شعائر مختلفة، لها حياة تكاد تكون نقيض للعالم المدينة. حين نأتي الى المدينة نبحث عن الريف فيها، نبحث على المكونات والمؤثرات الأولى. المؤثرات الأولى متعلقة أساسا بالريف، يعني لو خدنا نموذج مثال مثلا فكرة الموت وهي حاضرة عندي في كثير من الأعمال سواء القصة قصيرة أو الرواية، بيتعامل الريف مع الموت بشكل مختلف تماما عن المدينة. وأنا عبرت عن ده حتى في رواية عاشق الحي، حين نزل الأستاذان دسوقي وعلي إبراهيم إلى المدينة للبحث عن الزوجة المخطوفة التي خطفها القط الأسود، فوجئوا بأن في نعش بيتحط على الرصيف واللي شايلينه بيقعدوا بيطلبوا معسل، بيطلبوا شاي ويفطروا. فقالوا صدق أن ده ميت واخدينه المقبرة. فيذهل
يعني لأن ده تذهل أهل الريف بالتحديد، لأن هناك الجنازة وتبدأ من الإعلان عن المتوفى مع أذان الفجر، ثم حضور صلاة الجنازة، ثم الدفن، وبعدين العزاء الذي يتم في المضايف. فكل ده متناقض تماما عن الريف. لذلك يظل المرحلة الأولى هناك حنين لعالم القرية، ده حنين يتعلق بأين القرية في كما تركها في وجدانه أو في 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 مشاعره. فلذلك أنا أذكر أن أول ما بحثت عن سكن بعد مرحلة الأحياء الراقية والسيدة زينب وده مذاق مختلف، أني زرت منطقة عرفت فيها عدد من الأصدقاء اسمها الوراء على حواف المدينة، فوجدت فيها ملامح من بلدتي الأصلية، ولذلك حبيت أن أعيش فيها. يمكن دي أطول مدة إقامة في القاهرة في هذا المكان، لأنه عشت فيه حوالي 10 سنين وكتبت فيه أهم أعمالي الأولى اللي قدمتني للحياة الأدبية. والمذهل أن أنا وجدت كثير من الكتاب يسكنون نفس الحي ده، يعني كان معنا إبراهيم أصلان، كان معنا محمود الورداني، كان معنا الشاعر محمد كوشيك، وكثير لا يعني عشان ما انساش حد. فعشت مطمئن للعشر سنين، ولكن وكأن الحي ده أجبر على أن يلفظنا، يعني خلصت المد والحالة اللي احنا احتجناها له في بداية قدومنا إلى المدينة، فبحثنا عن أماكن أخرى يعني تكون أكثر لياقة بالإقامة ومع تحققك ومع وجودك ككاتب. إذن وجدت يعني بحثت عن الريف داخل المدينة، سواء في مكان مثل هذا مجرد دخولي إليه بشم رائحة مكان، يعني حالة مكان. والغريب أنه مكان يبدو كأنه مكان أولي، كأنه غابة بدائية أولى، ما زال المركب العادي الشراعي أو الصندل اللي بيقولوا عليه اللي بيعدي النيل. وهناك على الضفة الأخرى عالم آخر متناقض تماما، عمارات تبدو كالعلب وحاجات مسلحة ومرتفعة، كأنك هنا العالمين مع بعض. طبعا هناك تريف للمدينة حدث في بعض الأحياء، زي الأحياء اللي بيقولوا عليها عشوائية، وأنا معرفش يسموها عشوائية لأن يسكنها الفقراء وبسطاء الناس، فكلهم أيضا مهجرين سواء من الجنوب أو من الريف المصري. فكل المكان ده هو أعاد لي جزء من الحنين من المكان اللي أنا أقدر أقول إن أنا ما انفصلتش عنه، لأن ما زال لي بيت في بلدتي، ما زال لي شقة بعود إليها، يمكن أطول مدة تغيب عنها لمدة شهر. فأنا بقول دايما في تعبير كده إن حصل تريف للمدينة وتمدين للريف، وكلاهما شائهين. في مقال مهم كتبه صديقي الدكتور شكر عبد الحميد نائب رئيس أكاديمية الفنون، رصد عندي 5 محاور أساسية وسماه المولع بالخفي، يعني أنا مولع بما هو خفي. وقال مثلا الليل كخفي للنهار، قال الريف كخفي للمدينة. هو يعني أنا هترك المحاور الأخرى وأركز على المنطقة دي، إن الريف كخلفية للمدينة. الريف عندي أنا أذكر حتى مقال الدكتور عبد الحميد إبراهيم، هذا الجيل افهموه أو احذروه، واللي شغله أن الريف عندي ليس مكان
الفسحة ولا ومشاهد الطبيعة الجميلة كما عند حسين هيكل، ولا لمداولات المحاكم كما عند توفيق الحكيم، ولكن الريف هنا معني بتجربة الموت أساسا. وهنا موت هو موت الريف، مش موت أفراد. يعني في مقال آخر إبراهيم فتحي قال إن دي موت القبيلة، القبيلة بتتفسخ بتتحلل. ومن هنا إعادة الأسطورة في الريف، الخرافة في الريف. يعني مدخل تجربة الأولى وهي الضحى العالي في مجموعة الضحى العالي، أنا ببني أسطورة هذا المكان. إذن هنا دخل ما هو خرافي وما هو متفيزيقي وما هو أسطوري، وبعدين في اعتناء بالطقوس والشعائر، خاصة ما يتعلق بالموت. ما فيش مشاهد للجمال هل هو ده نعي للريف؟ هل هذا هو زي ما سميته الوقوف على الأطلال؟ هل هو عالم بينمحي فأنت متشبث بكل ما يتعلق به من طقوس وشعائر واحتفاء بالجنازات ومراسم الدفن؟ خدت مرحلة مني كبيرة إلى أن وسعت التجربة في ليلة عرس، ثم كتبتها في الجزيرة البيضاء كتاريخ، كوثيقة للمكان. تاريخه ايه؟ وكان ايام ما كان طريق صحراوي كان ايه؟ وبعدين لما اتعمل السكة الحديد بقى ايه؟ والمدن اللي نشأت هنا وبعدين راح زمنها، وبعدين نشأت مدن اخرى على خطوط السكة الحديد. تبدلات المكان وتغيراته عبر التاريخ كوثيقة. انا راجع لمراجع هنا، ودي تجربة فريدة عندي. وهوامش هو بنوع من التهكم على انه المكان بلا تاريخ بعمل له تاريخ. القهوة بالنسبة للريف من أمثالنا هي بواباته لدخول المدينة، يعني هي المدخل، هي النافذة على المدينة، لأن هي ده المكان المتاح أن يعمل فيه علاقات حميمة بالناس وبشر المدينة. ولو قلنا أن المقهى في الريف أكيد مختلف عن مقهى المدينة، مقهى الريف لا يمكن أن يكون تجمع بالمعنى الأدبي أو الثقافي أو تبادل الكتب أو تبادل المعرفة أو يجتمع حول أديب أو كاتب، ولا يمكن أن يجمع بين الجنسين، بين الكاتبات والكتاب. في المدينة هذا متاح، وللمقهى تاريخ عريق في المدينة. يعني لو ذكرنا من أول مقهى متاتيا اللي بثت فيها أفكار ثورية من جمال الدين أفغاني، والشيخ محمد عبده نفسه كان بيجلس على قهوة متاتيا اللي هي في ميدان العتبة، وللأسف اللي أزيلت، ودي أثر مفروض كان أثار. من هنا تشكلت حتى الثورة العربية وأفكار الثورة العربية. فالمقهى منذ البداية له دور هام في المدينة، ربما يكون بتأثير من الغرب، حيث أن للمقهى في البلاد الغربية، لأن مسألة البيوت مش مطروحة ومش مقتحمة، فكان للمقهى أيضا دور كبير في الغرب. فتأثرا بهذا الغرب ظلت للمقهى حياة كاملة في حياته. يعني لو عددنا المقاهي اللي كان بيجلس عليها نجيب محفوظ، من قشطمر إلى مقهى عرابي إلى مقهى الأوبرا إلى ريش اللي أنا لحقته فيها في أواخر تردده على مقهى ريش، وكان يتجمع معه عدد من الأدباء، وكان
كان تضبط عليه الساعة، يدخل الساعة السادسة، الساعة التاسعة، مهما كان الحديث ومهما كانت لو جملة ناقصة ما بكملهاش، لأنه معاد المقهى انتهى. فالمقهى حياة كاملة. طبعا كان للمقهى تجليات كثيرة في كتاباتي، يعني يمكن أذكر في المجموعة الأولى عباءة الليل قصة شاب وشابة من غير أبناء المدن بيلتقوا في هذا المقهى، ويتجسد الليل ككائن خرافي هيكل العظم معادي، لأن هم ليس لهم مأوى في هذه المدينة، فبيسهروا على هذا المقهى حتى يطلع النهار ويشوفوا صحوة مدينة كاملة. في المقهى أيضا في طلل النار إحدى المجموعات واللي بتحمل اسم رواية قصيرة اسمها طلل النار، المقهى أغلق أبوابه. يعني هنا أنا كتبتها في سنوات غربة الحقيقة، حيث أن الشخصية الأساسية في القصة بتعود، فيجد أن الأصدقاء اللي هو بيلتحم بيهم في المقاهي، والمقهى اللي هو كان مكانه الجميل الرائع اللي بيتحقق من خلاله ككاتب أو حتى طالب، لأن أنا نفسي حصلت على بكالوريوس الإعلام وأنا أذاكر على مقهى أسترا اللي هو برضو للأسف أزيل وأصبح مطاعم أمريكية على نص شارع محمد محمود. يعني كان مكان مذاكرة برضو مقهى ريش، كنت أخذ كتبي وتبادل مع تعرفت على في مقهى ريش على أمل دنقل ويحيى طار عبد الله ونجيب سرور، وشفت حلقات نجيب محفوظ. وعلى المقهى الآخر اللي يعتبر كنا بنسميه خط الدفاع الثاني لريش، هو مقهى البستان، كانت لنا أيام تحلقنا حول الناقد الكبير إبراهيم فتحي، وهنا اكتسبنا الوعي، الوعي بالمعنى السياسي والوعي بالمعنى الثقافي والعقلي، وهذا كان يثقل تجربتنا في فهم قرانا. يعني هنا المعرفة في خدمة التجربة الأولى، المخزون اللي هو في الأساس ريفي. فأنا برجع لقصة المقهى أغلق أبوابه، وبيرجع بيلاقي كائنات شبه أصولية بتحتل المكان وليس له موضع في هذه المدينة، وكأن القرية حين يفتقدها بيفتقد أحد الأماكن الهامة في المدينة، وبيحصل حالة كابوسية مرعبة. المقهى موجود أيضا زي ما قلت في رواية عاشق الحي، لأنها ملتقى الغرباء، يعني أين يجلس الغريب إذا ما كانش له أقرباء في المدينة. المقهى فيه متسع للجميع، لجميع الأعمار، لجميع الأجناس، لجميع الكتاب والأجيال المختلفة بتتبادل المعرفة عبر هذا المقهى. يعني إحنا كجيل سبعينات لحقنا بأبناء جيل الستينات على المقهى، وأبناء الستينات التحقوا وشافوا وحضروا نجيب محفوظ على المقهى، وكذلك يوسف إدريس. توفيق الحكيم كان له مقهى هنا في تحت عمارة الشيلة إموبيليا، كان بيجلس فيها برضو. دي بتأثير الثقافة الفرنسية اللي هي بعد كده بتأثر وتشكل ثورة الطلبة، حركة الطلبة في باريس سنة 68، بيطلع منها ميشيل فوكو، بيطلع منها سارتر، ويكتب أهم مؤلفاته الفلسفية على المقهى. إذن المقهى له حياة متعددة ومتنوعة، ومهم جدا في كتاب سواء الريف أو المدينة. Thank you.
احد النقاد المهمين جدا قال على مجموعه عكس الريح انها روايه، بينما انا كاتبها كقصص قصيره. انا في القصص القصيره اميل الى فكره الوحده العضويه، ان المجموعه تشكل وحده ما في موضوعها، زي شتاء العري مثلا. شتاء العري جزء اساسي كبير فيها عن مجانين الشوارع سواء في القرى او في المدينه بتنوعات مختلفه، ومن هنا بيحرضك انت ككاتب على فعل الكتابه نفسه، فده بيشكل وحده. في عكس الريح قال ان ده اشبه الى بناء الروايه. في الضحى العالي انا حتى لو عرفت ازاي انا كونتها، يعني من 30 40 قصه اخترت 16 عبر قراءات اصدقاء، فاللي اقروهم ال 16 انا اخترتهم. وجدت ان ال 16 قصه دول هم بيحكوا حدوته على بعضها منذ في البدء كان النهر الى بقع الدم، يعني الى دخول المدينه والمظاهره وسقوط الشخص جريح في المظاهره. ففي القصه القصيره اميل للوحده، وفي الروايه اميل لنفس القصه القصيره. يعني معظم الروايات فعلا بتحمل عناوين فرعيه او اقسام، زي ليله عرس مثلا. ليله عرس في نهار العرس، يوم العرس، اعداد للعرس، تقسيم. في تل الهوى قسمتها لاصوات، صوت جماعي، صوت النهار، صوت الماء، صوت حسب رؤيه جماعيه طفليه لجماعه لعدد من الناس بيمر على قريتهم وبيرصدوهم، وهم كائنات بالنسبه لهم غريبه، هم ما فهموش هم بيبيعوا ايه او بيعملوا ايه في الماء. فحتى البدايه بتلخص عزبتنا الصغيره تتبع الكفر، به عمده تدهورت هيبته في الاونه الاخيره، الذي يتبع المركز به مأمور وضباط وخفراء وسوق كبير، الذي يتبع العاصمة بها الحكومة والمزياع، على شرقها خط للقطار نعرف به الزمن، على غربها قرية بمدافن ذات شواهد نظيفة بيضاء، خلف دورنا مزارع تلتحم بالأفق البعيد، يتناثر فيها الآباء يحرثون يروون يغرسون، ولقريتنا شيخ في داره صندوق بريد، وخفير يمر بالليل ولا نراه كالأفعى الملاك التي تحدث عنها الجدات. يعني الرؤية الكاتبة هنا رؤية طفلية في التقسيمات الأولية، ولكن داخل النص الرؤية الطفلية بتختفي. يعني هنا أنا بعمل تضفيرة ما بين رؤية الأطفال اللي هم بيمثلوا المستقبل مع رؤية الجيل السابق اللي هو زمنه بيتدهور وبينتهي، اللي هو بيمثله الحاج عبد الله. في الرواية الأخيرة في عاشق الحي كان في تقسيمات: غياب في التراب، غياب في الرمل، غياب في الغياب. يعني زمن التراب اللي هو الوادي اللي هو زي مصر يعني بينتهي لصالح زمن الرمل اللي هو الزمن النفطي الذي غلبنا وسرق منا روحنا. وغياب في الغياب يعني هنا عملية مزج وتماهي ما بين القسمين، القسم الأول والثاني، إلى ما يشبه عنوان أقرب إلى الحالة الصوفية: غياب في الغياب. أستطيع الإنكار بأن الترجمة مهمة جدا، ولكن أي ترجمة وبأي معنى. وأنا رؤيتي للترجمة أن تكون تدشين نهائي لرحلة كتابة معمقة وثرية لدى كاتب له مشروع على يعني متكامل، إنما أن تأتي قصة من هنا أو قصة من هناك أو تلبي رغبة المستشرق في رؤيته وتغذي رؤيته للشرق كما هي متصورة عنده، هذا أرفضه تماما. طبعا أن يعرفني الآخرون خارج وطني شيء جميل جدا، ولكن ما بالك ونحن هنا نعاني الحصار بمعنى أنك غير معروف في وطنك. إذن ده قفز على المراحل. إنما يعني مثلا لما أضرب مثال بنجيب محفوظ، الترجمة جاءت عبر
مراحل إبداعه المتكاملة ومشروعه، ولم يتنازل في مشروع الكتابة عن شيء من أجل مغازلة الرؤية الاستشراقية لله. طبعا أنا ترجمت كقصة قصيرة، يعني في الأول أهم مستشرق إنجليزي معاصر اللي عرف بالأدب العربي المعاصر والمصري المعاصر دينيس جونسون ديفيز اختارني سنة 79، وكان لم أصدر مجموعة بعد، ضمن 24 كاتب بمسؤول القصة قصيرة في الوطن العربي. ده كان شيء كويس، بس ماذا فعل هناك يعني؟ وماذا يعني هذا؟ يعني قصة ضمن 24 كاتب. ثم عاد ترجمتي مرة أخرى في مجموعة اسمها Under the Naked Sky، تحت سماء عارية، وأظن أنه هو قال لي أنه مستلهم عنوان شتاء العر أو في العراء القصة لي، فترجمها ضمن مطبعات الجامعة الأمريكية. هذا لا يعني شيء، يعني طالما هناك نقص ما أنك غير معروف في وطنك ثم أن أكون معروفا بالخارج ليست لها متعة التحقق يعني. نزلت إلى شوارع القاهرة، تركت نفسك للصدفة، تركب الأتوبيس الفارغ وتدعه يصحبك إلى مكان ما لم تحدده سلفا. ستصنع بهجتك الخاصة دون حاجة من أحد. القاهرة تخلت عن نصف قاطنيها، الشوارع نظيفة هادئة، والناس في حالة من الاسترخاء والرضا عن بعضهم البعض، قد تخلصوا من الازدحام والالتصاق غير الحميم. الأعصاب مرتاحة والوجوه باشة. ها هو الكورنيش، ها هو الكورنيش يتوافد عليه البشر، حيث يؤجرون المراكب الصغيرة والبواخر التي تقلهم إلى القناطر الخيرية.